Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahumma wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mawdu'una ruqyatu at-tawahhud wa an-nutq wa al-kalam. ثبت بالتجربة عند قراءة هذه الآيات يفضح أمر الجن الظالم المعتدي من خدام العين الحاسدة أو خدام الأعمال السحرية أو المس العاشق أو تحصل أي ردة فعل من الحالة كأن تصرع أو تصرخ أو تسقط أو تتشنج. وهي أيضا آيات يتأثر فيها الجن المتسلط عموما سواء المسلمين منهم أو الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. وهذه الآيات يتم قراءتها على كأس من الماء للشرب والغرغرة والمضمضة والاغتسال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان. اللهم علمه البيان والفصاحة والكلام. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين. اللهم أنطق لسانه وحل عقده وبيانه. اللهم أنطق لسانه وحل عقده وبيانه. اللهم علمه البيان. اللهم علمه البيان والفصاحة والكلام. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم علمه وسهل عليه ما لم يعلم. اللهم علمه اللهم علمه اللهم علمه وسهل عليه ما لم يعلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللهم أنطق لسانه اللهم أنطق لسانه اللهم أنطق لسانه اللهم أنطق لسانه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني عقدة من لساني عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. اللهم احلل عقد لسانه اللهم احلل عقد لسانه اللهم احلل عقد لسانه ليفقه قوله ليفقه قوله ليفقه قوله. اللهم انطق لسانه اللهم انطق لسانه اللهم انطق لسانه من التأتأة اللهم انطق لسانه من التأتأة اللهم انطق لسانه من التأتأة. ويرسل عليكم حفظة 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 إن ربي على كل شيء حفيظ حفيظ حفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا خير حافظا خير حافظا. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها 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 وحفظا من كل شيطان مارد. إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد
ومن شر حاسد إذا حسدك في رأسك وشعرك، ومن شر حاسد إذا حسدك في عقلك وذكائك، ومن شر حاسد إذا حسدك في وجهك وجمالك، ومن شر حاسد إذا حسدك في بدنك وعافيتك، ومن شر حاسد إذا حسدك في نطقك ولسانك وكلامك، ومن شر حاسد إذا حسدك في تعبيرك وفصاحتك وبيانك. أن يشافيك ويعافيك، أن يشافيك ومن كل بلاء يعافيك، من أعين الإنس وأنفس الجن يا رب العالمين. اللهم إن كان سبب مرض هذا الطفل مس عاشق من الجان وإيذاء من الشيطان، اللهم فعليك به، اللهم فعليك به، اللهم فعليك به، وسلط عليه كما تسلط على هذا الطفل. اللهم أحرق كل ساكن بعورته، اللهم اجعل هذا الجسد عليه نارا، اللهم شل حركته واقطع أنفاسه، اللهم سلط ملائكتك وجندك يخرجونهم أذلة صاغرين، يخرجونهم أذلة صاغرين. اللهم ألقي الرعب في قلوبهم كما يلقون الخوف والرعب في قلوبنا وقلوب أطفالنا. اللهم زلزل كيانهم، شتت شملهم، دمر حصونهم، شل أركانهم، أخرس ألسنتهم، أعمي أبصارهم، أحرق قلوبهم على أبنائهم وبناتهم كما أحرقوا قلوبنا على أبنائنا وبناتنا. اللهم عليك بالمس العاشق، اللهم عليك بالمس العاشق منهم، الفاجر الفاسق المتسلط الكافر الباغي المأفون الذي يتسلط على أبنائنا وبناتنا ويستبيح الحرمات ويثير الشهوات ويهتك الأعراض جهرا علنا وفي غفلة منا. اللهم اجعل ذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم وأشغلهم في أنفسهم. اللهم إنا نجعلك في نحر كل شيطان عفريت مارد، نصراني راهب، عابد للصليب، عابد للكنيسة، نجعلك في نحر كل شيطان عفريت مارد، يهودي ماسوني، عابد للأصنام والأوثان، نجعلك في نحر كل شيطان عفريت مارد، مسلم عصى وطغى، مجوسي عابد للنار. اللهم دمر حصونهم، اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به داخل هذا الطفل وهذه الطفلة. اللهم دافع عن ذرياتنا، اللهم دافع عن أبنائنا وبناتنا، فإنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، فأنت خالقهم ورازقهم وحاميهم وحافظهم، وهم أجنة في بطون أمهاتهم. اللهم هازم الأحزاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، منزل الصواعق، ومصيب بها كل مارد فيشهق الآن بها حتى يموت. اللهم اجعلها على هذا الخبيث ساعة سكرات سكرات سكرات. اللهم اجعلها على هذا المارد ساعة قتل وتدمير وتقطيع وموت. اللهم اجعلها ساعة تمكين فتزهق روحه، فتزهق روحه. اللهم اصعق واصرع من اقتحم هذا الجسد في غفلة أو غضب أو مع أكل وشرب أو في نوم أو في عرس أو سحر مأكول ومشروب أو مدعوس ومنثور ومرشوش ومشموم في عطل أو بخور. اللهم إني أدعوك أن تمن علي بصلاح أحوالي وأحوال ذريتي، اللهم إني أدعوك أن تمن علي بصلاح أحوال ذريتي. اللهم امدد في أعمارهم بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك. اللهم ربي لي صغيرهم وقوي لي ضعيفهم واشف لي مريضهم وارحم لي ميتهم. اللهم لا تجعلهم عالة على أنفسهم ولا على غيرهم، وأغنهم عمن أغنيتهم عنهم، واكفهم بحلالك عن حرامك، واجعلهم أغنى الناس بك وأفقر الناس إليك. اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ونفسياتهم وجوارحهم وعقولهم. اللهم اجعلهم معافين من البلاء، مجنبين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، الموفقين للخير والرشد بطاعتك، واحفظهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين مخطئين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، ولا فاتنين مفتونين. اللهم أعني على تربيتهم،
التربية الصالحة التي ترضيك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل ابتلائي في ذريتي ولا في أحب الناس إلى قلبي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقهم صحبة الأخيار، اللهم ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك العالمين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لهم. اللهم اجعلهم إماما للمتقين، اللهم اجعلهم إماما للمتقين وانفع بهم الإسلام والمسلمين. اللهم ارزق برهم. اللهم ارزقني برهم في حياتي ودعائهم بعد مماتي. اللهم أعني على برهم وأعنهم على بري. اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع من كل آفة وعاهة ومصيبة وحادث ومن سوء الأسقام والأمراض والعلل ما علمنا منها وما لم نعلم، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كل حاسد وغل كل حاقد، من أعين الإنس وأنفس الجن يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، إلا أننا نطمع في كرمك وجودك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطي. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وعين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين من إنس وجن وشياطين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.